ازيكم يا حلوين؟ حدوتة النهاردة اللي هنحكيها هتكون عن الكذب بعنوان ليس للكذب ألوان. يلا بينا نبدأ الحدوتة بتاعتنا. صلوا على النبي. دخل الأب المنزل ممسكا في يده سلة مملوءة بالتفاح، فأسرع أدهم الصغير لوالده هاتفا: تفاح تفاح، شكرا يا أبي. ارتسمت ابتسامة واسعة على شفاه الأب وهو يقول: أعلم أنك تحب التفاح كثيرا. وهنا قالت الأم: ولكني الآن سأحفظ التفاح حتى نتناول غداؤنا، وبعدها يأخذ كل منا نصيبه من التفاح. والتفتت لأدهم وقالت له: لا تنس بقية إخوتك يحبون التفاح مثلك. ووضعت الأم التفاحة بالمطبخ بينما أخذت تجهز طعام الغذاء بانتظار بقية أولادها يعودون من المدرسة. وبينما الأم منهمكة في إعداد الطعام، تسلل أدهم الصغير بهدوء وفتح كيس التفاح وأخذ تفاحتين، ثم أسرع إلى حجرته وأغلقها خلفه وأخذ يأكل التفاحتين بمفرده. انتهت الأم من تجهيز الطعام، وفي الوقت نفسه وصل صغارها من المدرسة وجلسوا جميعا يتناولون طعام الغداء. وهنا قال أدهم: ألا تعلمون أن أبي أحضر لنا تفاحا؟ فرح إخوته كثيرا ونظروا لأبيهم قائلين: حقا يا أبي، هل اشتريت تفاحا لنا اليوم؟ أجابهم أبوهم: اشتريت لكم أجمل وألذ تفاح في السوق، سنأكله بعد الغداء. وبالفعل عقب انتهاء الغداء نهضت الأم لتحضر التفاح، وما إن وقعت عينيها على سلة التفاح حتى لاحظت أنه ليس بالشكل الذي وضعته به، فقد كانت هناك تفاحتين كبيرتين في أعلى السلة. أين ذهبتا؟ حملت الأم السلة وعادت لحجرة المعيشة تسأل زوجها: هل أخذت تفاحا من السلة؟ أجابها زوجها: كلا بالطبع، لقد اتفقنا أن نأكل التفاح بعد الغداء. نظرت الأم لصغيرها أدهم وهي تقول: هل أخذت تفاحتين من السلة يا أدهم؟ تلعثم أدهم وهو يجيبها: لا لا لم أخذ. نظرت أمه بنظرة صارمة وهي تقول: لا تكذب يا أدهم، كن صادقا كي لا يعاقبك الله. انفجر أدهم مباكيا وهو يقول: أنتم تعلمون حبي للتفاح، لقد كذبت كذبة بيضاء صغيرة، وأنا أعترف الآن بهذه الكذبة البيضاء، أنا من أخذ التفاح. ظهر الغضب على وجه الأم وهي تقول: الكذب هو الكذب، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، هل فهمت؟ أجابها أدهم في ندم: فهمت يا أمي، وأعدك ألا أخذ شيئا دون علمك مرة أخرى، وألا أكذب أبدا أبدا. وهنا سمحته أمه ومنحته تفاحة حمراء كبيرة. وبكده تكون خلصت حدوتة النهاردة يا أصحابي، ونتقابل في حدوتة جديدة. سلام.